السلام عليكم، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا يا ربي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار غادي نساليكم في سالون دي بروفونس، مدينه فين كنسكن انا اللي بعيده على مارسي بواحد 50 كيلومتر. غادي نساليكم معايا، ندورو شي شويه، نوريكم اهم من البلايص اللي في سالون دي بروفونس. وانا قررت ندير هذا الفيديو من بعد ما صدر القرار ديال الحكومه الفرنسيه باغلاق المطاعم والمقاهي في مارسي والنواحي ديالها. دونك قلت علاش لا نخرج نبروفيتي قبل لا يشدوا المقاهي والمطاعم. دونك خرجت انا وصحاباتي، مشينا فطرنا برا وتغدينا برا ودرنا جولة في المدينة، وقلت علاش لا ندير لكم فيديو ونقربكم اكثر لهاد المدينة وتعرفوها اكثر واكثر. يلا نخليكم مع الفيديو، ما نطولش عليكم، ويا رب يعجبكم الفيديو وديروا لايك واشتراك اللي ما مشتركش، ما تنساوش.
ودابا بعد ما درت تقريبا المدينه كامله دونك راجعه بحالي للدار. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وحاولت نساريكم وتساري انا معاكم في المدينه قبل لا يشدوا المطاعم قبل لا يشدوا المحلات. دونك بغيت نبروفيتي وندور شويه في المدينه وقلت لمالا نبارطاجي معاكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ونتمنى تكونوا تعرفتوا شويه على المدينه ديالي وان شاء الله غادي نعرفكم اكثر واكثر فيديوهات قادمه ان شاء الله. نبقى نهضر لكم على المدينه ديالي ونعرفكم بها ونقربكم بها اكثر واكثر. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وإلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وبارطاج وشكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم. سلامه.